على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وما أقمتنا فيه يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك بذنوبنا ونسألك برحمتك. اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله في بعلومهم في الدارين آمين. وكنا وقفنا في نصف وقت صلاة المغرب، وقلنا في مواقيت الصلاة أن صلاة المغرب وقتها يدخل عقب غروب الشمس تماما في الأفق، وأنه يستمر وقتها على المذهب الجديد بقدر الأذان والاستعداد للصلاة والإقامة وصلاة 5 ركعات، 3 ركعات فريضة وركعتين سنة، ثم بعد ذلك يذهب وقت المغرب حتى يؤذن للعشاء. هذا على المذهب الجديد عند الشافعية، ولذا شاع عند المصريين المغرب غريب، عند المصريين شاع هذا الأمر حتى أن بعض الناس يظنون أنه حديث وليس بحديث، ولكنه حكم فقهي، لأن المغرب وقتها واحد، بعد غروب الشمس تصلي المغرب مباشرة بعد الاستعداد للصلاة. وقلنا ولكن المذهب القديم في المسألة، وهو الذي عليه الفتوى مذهب الشافعي القديم، وهو ما ذهب إليه من اجتهادات في العراق، سمي المذهب القديم، عندما جاء إلى مصر وظهرت له أدلة أخرى وتغير الواقع الذي كان يعيش فيه، فيتغير فهم الفقيه بتغير الأحوال بعد مراعاة الواقع وبعد ظهور أدلة أخرى، بعد نضج الفقيه إلى درجة معينة من الفهم يستطيع أن يستنبط بعض الأحكام التي قد تخالف الأحكام التي استنبطها من قبل، فأنشأ مذهبه الجديد في مصر الإمام الشافعي لما استقر في مصر، وأصبحت الفتوى على المذهب الجديد إلا في 14 مسألة الفتوى ما زالت على المذهب القديم، منها هذه المسألة وهي وقت المغرب أنه يستمر حتى غياب الشفق، حتى غياب الشفق وهو دخول وقت العشاء كما عليه الآن. ودخول وقت العشاء في النتيجة الآن في بالنسبة للمصريين بعد غياب الشفق الأبيض، لأن الشمس عندما تغيب وتترك شفق أحمر فشفق أصفر فشفق أبيض فظلام، هكذا عندما تلاحظ الشمس في الأفق عندما تغيب. عند الشافعية والمالكية والحنابلة إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ولكن عند الأحناف إذا غاب الشفق الأبيض، يعني ينتظر حتى يغيب الشفق الأصفر فالأبيض وتعم الظلام، فإذا عم الظلام دخل وقت العشاء. وقت العشاء في النتيجة بتاعت المصريين على مذهب الأحناف، فبالنسبة للشافعية يدخل وقت العشاء وكذا المالكية قبل النتيجة بحوالي نص ساعة، يكون وقت المغرب إذا كان بياخد هو حوالي ساعة ونصف تقريبا، فهو المسافة بينهم تقريبا ساعة، النصف ساعة الزيادة دي حتى يغيب الشفق الأصفر والأبيض حتى يدخل وقت العشاء عند الأحناف. وعندنا يستحب بتأخير الصلاة لبعد غياب الشفق الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من لا يرى أن العشاء قد دخلت، لأن الخروج من الخلاف عندنا مستحب، ولذا أخذنا في النتيجة بمذهب الأحناف في صلاة العشاء وبمذهب الثلاث مذاهب في صلاة العصر، فصلاة العصر عند الأحناف تدخل عند مصير ظل الشيء مثليه زائد ظل الزوال، ونحن عندنا يكون هذا وقت الاختيار، أما أول وقت العصر فعندما يصير ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال اللي هو النتيجة عليه، فالنتيجة عندنا في وقت العصر على المذاهب الثلاثة دون الأحناف في وقت العصر. ليه؟ لأن تأخير صلاة العصر مكروه، فإذا راعينا الخلاف نقع في الكراهة،
ولكن تأخير صلاة العشاء مطلوب، فإذا راعينا الخلاف نقع في المطلوب، فراعينا الخلاف في العشاء ولم نراعي الخلاف في صلاة العصر. ولذا صلاة العصر في النتيجة عندنا على مذهب الأحناف، على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو عند مصير ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال. هذا الوقت لا يدخل وقت العصر عند الأحناف. عند الأحناف ينتظرون حوالي ساعة كمان على ما يدخل وقت العصر عندهم. فوقت المغرب كما قال الشيخ بمقدار بعد غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. وقفنا عند قوله ويستر العورة. لو قال ويلبس الثياب لكان أولى، لو قال يلبس الثياب كان أولى، ليشمل ما يستر سائر بدنه وما يلبسه ولو للتجمل. لان انت لما بتيجي تصلي مش بتستر العوره بس، انت برضو بتلبس حاجات كده تشيك نفسك، عوره الرجل من السره للركبه. انت بتيجي مش معقول طبعا لابس ازار كده ولافف نفسك ونصك الفوقاني عريان، لا، انت بتيجي برضو لابس ثياب للتجمل، تبقى لابس بدله وكرافته، ممكن تبقى لابس عمامه تحط شال على كتفك، يعني تشيك يعني وخذوا زينتكم عند كل مسجد. فكان أولى كان يقول ويلبس ثيابه علشان يشمل كمان ما يلبس للتجمل. ده تعليق الشيخ يعني. لكن انت همت ويستر العورة تراعيها هنا لو ضاق الوقت. ضاق الوقت خلاص، العشاء قربت خلاص هيؤذن عليها، وانا لو لبست للتجمل هيدخل وقت العشاء، يبقى ساعتها بقى اصلي على الحال ان انا يا دوب ساتر عورتي، ان شاء الله اكون لابس الفانلة الحمالات، مع ان الصلاة بها مكروهة، لأن يكره أن تصلي وكتفك عريان، حتى إن الحاج الذي يحج وهو مضطبع يعني معري كتفه الأيمن يسن له عند الصلاة أنه يستر كتفيه بالإزار، فإذا صلى على هذه الحالة تبقى صلاته مكروه برغم أنه يحج، لأن الصلاة عند تعرية الكتف مع تعرية الكتف مكروه وإن كانت صحيحة. ولكن إحنا هنا تجاوزنا عن الكراهة لضيق الوقت، لأن أنت خلاص طالع من الوضوء وعايز حتى ما تنشفش هدوم ولا تنشف وشك، لان خلاص العشاء هيدن، عايز تدرك ركعه، يبقى الحكايه عايز تنقذ ما يمكن انقاذه. فساعتها تروح واقف على باب الحمام في حته الله اكبر وتقرا، وتقرا الفاتحه، ما تقولش دعاء الاستفتاح كمان، وما تقراش سوره بعد الفتحه، وتركع بقدر الاطمئنان وترفع، عشان عايز ايه في الحاله دي تدرك ولو ركعه قبل ما ياذن اذان الوقت الاخر، يبقى عند الضروره. لكن ما فيش ده، علشان كده كلام الشيخ يقول لك ويستر العوره يعني عند حال الضروره، عند ضيق الوقت. لكن ويلبس ثيابه ولو للتزين عند اتساع الوقت. يبقى يفهم كلام الشيخ من وجهه نظر معينه وتعليق الشيخ من جهه نظر اخرى. يقول لو قال ويلبس الثياب لكان اولى ليشمل ما يستر سائر بدنه وما يلبسه ولو للتجمل، فيشمل التعمم والتقمص يعني لبس القميص لأنه مستحب للصلاة، قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويشمل كمان إقامة الصلاة ويقيم الصلاة. إقامة الصلاة لها كلمات معينة معروفة، نصف الأذان تقريبا، فيبقى يشمل أيضا الوقت اللي يستغرقه إقامة الصلاة، أي بقدر ذلك. وإن صلى بغير إقامة كما تقدمت الإشارة، يعني لأن إحنا إقامة الصلاة عندنا سنة، فلو صلى بغير إقامة ولا أذان صلاته صحيحة، المهم العبرة بدخول الوقت. لكن يسن له أن يؤذن إن كان ذكرا، أما الأنثى فلا تؤذن لأن يشترط في الأذان الذكورة، لكن الأنثى تنتظر بقدر الأذان، لها أن تنتظر بقدر الأذان. ويصلي 5 ركعات، المراد بها المغرب وسنتها البعدية، المغرب وسنتها البعدية 2 ركعات. وذكر الإمام 7 ركعات. الإمام مين؟ أما يقول لك الإمام هنا ويسكت يبقى الإمام الرافع في كتب الشافعية، أما يقول الإمام ويسكت يبقى الإمام الرافع. وذكر الإمام 7 ركعات، فزاد 2 ركعات قبلها بناء على أنه يسن لها 2 ركعات قبلها، وهو ما رجحه الإمام النووي، لأن عند الشافعية يسن أن تصلي 2 ركعات خفيفتين بين أذان المغرب وإقامته عند الشافعية، فيبقى عندنا 2 ركعات قبلية غير مؤكدة لكنها مستحبة، و2 ركعات بعدية يبقى 4، والمغرب نفسه 3، يبقى كده 7 ركعات، يبقى بقدر 7 ركعات. وده ما رجحه الامام الرافعي ورجحه عنه الامام النووي بعد ذلك. وقوله
وبمقدار إلى آخر ساقط في بعض نسخ المتن، فإن انقضى المقدار المذكور خرج وقتها. وهذا هو القول الجديد، مذهب الجديد. والقديم ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، اللي هو إيه؟ إلى دخول وقت العشاء. والفتوى على القول القديم. وقوله مبتدأ خبره ساقط مع أنه لابد منه، إذ لا يصح أن وقت المغرب هو غروب الشمس فقط. فإن انقضى المقدار المذكور، أي في قوله وبمقدار ما يؤذن إلى آخره، اللي هو يؤذن ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 7 ركعات كما قلنا بدل 5، يبقى بالقدر ده. فإن انقضى الوقت المذكور، أي في قوله وبمقدار ما يؤذن إلى آخره، مع ما اعتبرناه زيادة عليه فيما سبق اللي هي الركعتين القبلية، خرج وقتها، أي وصارت حينئذ قضاء. وإن لم يدخل وقت العشاء، لا يقال يلزم على ذلك امتناع جمع التقديم، لأن وقت الأولى التي هي المغرب حيث كان محصورا فيما ذكر لا يسع الثانية التي هي العشاء، وشرط جمع التقديم وقوع الصلاتين في وقت الأولى. لأن نقول لا يلزم ذلك لأن الشروط قد تكون مجتمعة قبل الوقت، فيسع وقت الأولى حينئذ الصلاتين، فإن فرض ضيقه عنهما لاشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه. يعني بيقول لك إيه؟ لو انت قلت ان وقت المغرب ده على الجديد وقت بقدر ما يسع بعد غروب الشمس انه يؤذن ويتوضأ او يعني يتطهر، احنا قلنا يتطهر اولى لانه قد يغتسل يحتاج غسل، فيبقى الغسل لما نقول يتطهر يشمل الغسل ويشمل الوضوء ويشمل التيمم ويشمل الجمع بينه، ويستر عورته ويقيم للصلاة ويصلي 2 ركعتين قبلها ويصلي المغرب 3 ركعات ويصلي 2 ركعتين بعدها 5 ركعات، يبقى 5 ركعات وركعتين 7، وكده انقضى وقتها. لو قلت انت كده الوقت كده، يبقى هتجمع العشاء جمع تقديم ازاي؟ وانت المفروض في جمع التقديم بتجمع الصلاة التي لم يؤذن وقتها في وقت الاولى، فالمغرب هنا ملاش وقت تاني عشان تحط العشاء معاه، يبقى يلزم منها ايه؟ عدم القدرة على جمع التقديم ابدا مع المغرب بالطريقة دي. فقال لك لا، الكلام احنا اللي بنقوله هنا بنقول انه لو اراد انه يجمع جمع تقديم بقى، يبقى يختصر شوية في الحاجات دي، فما ينشغلش بالاسباب دي، يحاول ينشغل بالاسباب قبل دخول الوقت، علشان اول ما يؤذن المغرب ينشغل بصلاة المغرب ثم يأتي بركعتين العشاء مكان السنة البعدية، فيبقى كده برضو لا يلزم منه عدم جمع التقديم. ولكن لو حصل ان هو نوى ان يجمع تقديم فانشغل في تحصيل الاسباب بوقت جعل صلاة المغرب انقضى على هذا النحو، فيبقى في الحالة دي مش هيجمع تقديم، ده هيصلي العشاء في وقتها بقى لانه دخل وقت العشاء. فهمت المسألة بقى؟ او يؤخر حتى يغيب الشفق ويصلي العشاء في وقتها قصر. ده ايه تعليق الشيخ في الاخر. وهذا هو القول الجديد لكنه ضعيف، يعني الفتوى على خلافه. والقديم هو المعتمد، فهذه من المسائل التي يفتى بها من المذهب القديم، بل هذا قول جديد لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء. الإملاء ده من كتبه، سمى الإملاء لأنه كان بيمليه لتلامذته كالمزني والربيع الجيزي والربيع المرادي، كان يمليهم من أهل مصر، فكان يسمى كتاب الإملاء، وهو من كتبه الجديدة على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث به. ففي مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق، هو الإمام الشافعي بيقول إيه؟ وأقول بالقول القديم إذا ثبت الحديث أنه يظل وقتها إلى غياب الشفق، إذا ثبت، علقه بالثبوت، وقد ثبت، يبقى قوله ده الجديد ده صار أيضا قول له بالنسبة للقديم، لأنه علق بثبوت الحديث وقد ثبت الحديث. أدي المعنى إن هو وهو قول في الجديد أيضا. وقد ثبت الحديث به، ففي مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وهو أصح من حديث جبريل السابق الذي جاءه في اليومين المتتاليين بعد غروب الشمس مباشرة في نفس الوقت في اليومين.
وفي الاوقات التانية جاء في اول الوقت اول يوم، وتاني يوم في اخر الوقت، لكن المغرب جاءه في يومين متتاليين في نفس الوقت. فالامام الشافعي لما رأى حديث سيدنا جبريل قال يبقى المغرب ليس لها وقت متسع، بل وقتها مضيق بقدر صلاته. وعلق ان لو ثبت فيها حديث ما لم يغب الشفق فيتسع، فيبقى لما وجد العلماء بعد ذلك أن الحديث ثبت فقالوا أن هذا قول الإمام، برضه قول الإمام الشافعي لأنه علقه عليه وقد ثبت الحديث. علماء الحديث بيمسكوا الطرق، علماء الحديث هم اللي بيقول يعني يبحث في طرق ده ويبحث في طرق ده، يجد أن الرواة دول أثبت أوثق، عددهم أكثر، أكثر شهرة وهكذا. وجبريل صحيح برضه، أيوه، يعني في واحد صحيح والتاني أصح، فلما نراعي الاتنين يبقى سيدنا جبريل لما جاءه في اليومين المتتاليين، جاءه في اليومين المتتاليين ليبين أن هذا الوقت مضيق فقط، وليس معنى ذلك أنه ليس له إلا هذا الوقت، فجاء حديث مسلم ليبين أنه وقته متسع، علشان نعمل بالدليلين، لأن العمل بالدليلين أولى. لكن لو عملنا بحديث سيدنا جبريل على القول الجديد فقط يبقى هنهمل حديث مسلم، والعمل بالدليلين أولى إن استطعنا، واخد بالك؟ على أنه يمكن حمله على الوقت المختار وهو أول الوقت، يبقى حديث جبريل نحمله على الوقت المختار اللي هو أول الوقت، وحديث مسلم نحمله على الوقت الواسع اللي هو حتى يغيب الشفق، الذي هو وقت الفضيلة ووقت الجواز بلا كراهة. وأما وقت الجواز بكراهة فلا تعرض له فيه، يعني في حديث جبريل، ولكن تعرض له في حديث مسلم ما لم يغب الشفق. ورجحه النووي وهو كذلك أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، أي إلى تمام مغيبه، يعني لو في لسه أثر حمرة في الشفق يبقى لسه وقت المغرب ما زال مستمر والعشاء لم يدخل. انت مش مطلوب انك انت وانت في المدينة تنظر للشفق، لانه خلاص عندك النتيجة محاسبينها لك سهلة، ولان كمان ممكن المباني تحول والهضاب والغيم في الشتاء يحول بينك وبين رؤية الشفق فيكفيك. لكن انت لو كنت في صحراء وليس معك ساعة وحاجات من دي، فساعتها بتلجأ للعلم الاصلي بقى اللي هي النظر لحركة الشمس، وتاخد وقتك منها علشان يتيسر للمسلم انه هو ينفذ اوامر دينه حيثما حل. خلاص، ما انت بتحسبه زي اليوم اللي قبل، لان اليوم اللي انت ما شفتوش فيه يمكن الغيم شديد، فالغيم حالة بينك وبينه، لكن انت عارف ان وقتها بيبقى هو ده تقريبا كويس، فخلاص. وبعدين انت في العشاء بالذات استنى شوي لما الظلمة تحل، بالنسبة للمغرب عجل وصليها على طول، وامشي زي عوام المصريين يقول لك المغرب غريب، يسمع الأذان يقول الله أكبر ويصلي على طول. خليك كده ماشي مع زي عوام المصريين الحلوين دول. ليه؟ لأنه حريص على إن الصلاة ما تضيعش، جيبها في أول وقتها. فإن حصل إن أحيانا انشغلت ولا حاجة، يبقى ساعتها بقى إيه؟ شوف بقى الشفق وراقب علشان تشوف تقع أداء ولا هتقع قضاء. أي إلى تمام مغيبه، وذكر الأحمر للإيضاح لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. لما بيقول لك ما لم يغب الشفق، الحديث كده الشفق، والرسول ما قالش الشفق الأحمر ولا الأصفر ولا الأبيض، قال الشفق. فالشفق عند العربي، النبي عربي قرشي فصيح، فالإمام الشافعي كان عربي برضه، كان حجة في اللغة العربية، فقال الشفق إذا أطلق عند العربي انعقد في ذهنه بمعنى الشفق الأحمر. فيبقى النبي يقصد الشفق الأحمر لأن النبي عربي، والنبي يكلم الناس بالفصاحة ويكلمهم بلغة قريش، وعند القرشيين الشفق يعني الأحمر. الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة قال الشفق إذا أطلق يحتمل الأحمر ويحتمل الأصفر ويحتمل الأبيض، والعشاء لها معنى العتمة يعني الظلمة، يبقى الأولى أننا نحملها على غياب الشفق كله حتى ينتشر الظلام احتياطا للوقت. ده رأي أبو حنيفة، فالإمام أبو حنيفة فكر بالطريقة دي، الإمام الشافعي فكر بالطريقة دي، يبقى الإمام أبو حنيفة فكر من باب الاحتياط إن الشفق يشمل كله، وجعل الألف واللام هنا ليست للشفق المعهود في الذهن
بل للشفق العام مطلقا، يعني حتى يغيب ويأتي الظلام تماما. يبقى الإمام أبو حنيفة لا وجهة، والإمام الشافعي حمله على الشفق المعهود، جعل الألف واللام للعهد، والشفق المعهود عند العربي إذا سمعه ينصرف إلى الشفق الأحمر، والنبي بيخاطب عرب وهو عربي، يبقى يقصد الشفق الأحمر. أدي سبب فهم الفقهاء أنه قد يختلف بسبب اللغة. يبقى من ضمن أسباب ظهور المذاهب في الأمور الفرعية اللي زي دي اللغة، أنها اللغة واسعة تحتمل كده وتحتمل كده. فاللي يجي يقول لك عايزين قول واحد ورأي واحد، ده إنسان ضيق الأفق وضعيف فهم اللغة، فصعب أنك أنت تخليها المسألة على كده. لكن هو ربنا أراد أن يكون هذا الخلاف موجود حتى يكون هناك سعة للمسلمين يتسع الأمر عليه. الإمام أبو حنيفة ما عندوش جمع خالص إلا في المزدلفة، وريح نفسه إلا في المزدلفة وفي عرفات لغرض النسك فقط، لأن إن الصلاة كانت على عموم كتابا موقوتا، والجمع على خلاف القرآن، فلا نأخذ به إلا إذا كان متواترا. وتواتر أن النبي جمع في الحج وفي السفر أخبار أحاد، فلا تخصص القرآن عنده. واضح الكلام؟ ده الإمام أبو حنيفة. عشان كده الإمام أبو حنيفة عنده ما فيش حاجة اسمها جمع في السفر، عنده قصر فقط، لكن كل سلف وقتها هو يقصر. ده الأحناف رأيهم كده، لكن الشافعية عندهم في قصر وجمع في السفر، وكذا المالكية جعلوا القصر في السفر يكون ايه تقديما مش تأخير بس. المالكية الشافعية جعلوها تقديما او تأخيرا حسب ظروف السفر، وده اللي مشهور عند الناس، وكذا الحنابلة. اما الاصفر والابيض فلا يمتد وقتها الى مغيبهما، ده مذهب الشافعية. وما ذكره هو جملة الوقت، وتقدم أن لها يعني للمغرب سبعة أوقات كالعصر. قوله والعشاء، خلصنا المغرب بمتعلقات، نخش في العشاء بقى. وقت العشاء لم يقل أي صلاتها كما في نظائره، لأنه اهتم بضبطها مع بيان معناها اللغوي، حيث قال بكسر العين العشاء اللي الصلاة، إنما العشاء اللي هو الأكل، فقال لك بكسر العين، خد بالك لحسن تفتكر العشاء يعني العشاء، بكسر العين إلى آخر، احترازا من العشاء بفتحها. ويكره تسمية العشاء عتمة، لأن كانت الأعراب كانت تسميها العتمة، وكانت تسمي المغرب العشاء الأعراب في عصر النبي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم المغرب بالعشاء، ولا تغلبنكم على صلاتكم العشاء بالعتمة. يعني النبي نهى انك انت تقول العشاء على المغرب وتقول على العشاء العتمة، عشان ما يلتبس الامر على الناس. ويكره تسمية العشاء عتمة لورود النهي عنها، ويكره ايضا نوم قبلها ولو قبل دخول وقتها. اي صلاة من الصلوات الا العشاء لك ان تنام قبل دخول وقتها، لك أن تنام قبل دخول وقتها، إلا العشاء يكره أن تنام قبل دخول وقتها لضيق الوقت بين وقتها الأول والمغرب، خصوصا أنها بتبقى في آخر اليوم، والبني آدم غالبا بيكون مرهق من عمل طول اليوم، فلو نام قبل العشاء بحاجة بسيطة غالبا يمكن هيصحى على الفجر فتضيع عليه من تعب العمل. فعلشان كده النبي كره أن تنام قبل العشاء. أما بقية الصلوات ممكن تنام قبلها ما يجراش حاجة، لأن وقتها شوية متسع. ثانيا ان البني ادم لما بيجي ينام حتى قبل الظهر، قبل صلاه الظهر ما بينامش يعني الحد الا اذا كان قتيل بقى، وده نادر، لكن غالبا بيقوم قبل العصر وبيبقى الوقت متسع، هينام له يعني حد لو نام قبل الظهر هينام له ساعتين برضه هيقوم يلاقي العصر لسه ما ادانش. يبقى يكره النوم قبل العشاء ولو قبل دخول وقتها، بخلاف غيرها، يعني غيرها من الصلوات، فإنه لا يكره النوم قبله إلا بعد دخول وقته. بقية الصلوات يكره النوم بعد دخول وقتها ما لم تصليه، دخل وقت الظهر ما تروحش تنام بقى، صليها ونام. فهمت ازاي؟ يكره انك طب افرض نمت مكروه، ووصيت ان حد يصحيك قبل العصر، خلاص مكروه اللي انت عملته ده مكروه، لكن انت من عادتك عارف ان بعد دخول الوقت لو نمت
ما بتقومش إلا بعد ما يكون ضاع الوقت، يبقى يحرم عليك تنام بقى، يبقى يكره لمن نام بعد دخول الوقت لمن كان في غالب ظن أنه يقوم قبل انتهاء الوقت. ولكن اللي يغلب على ظنه بكثرة التجربة أنه بيضيع عليه الوقت يبقى يحرم ينام بعد دخول الوقت، يصلي وينام. يقول لك أنا عايز أنام كده وأقوم أصلي صلاة كده يعني أبقى مركز فيها، لا صلي وأنت مش مركز ونام، لأن مراعاة أول الوقت أولى من مراعاة تركيزك في الصلاة. تركيزك ده شيء مظنون، لأن يعني ممكن تقول أنا هبقى مركز وأنت ما تبقاش مركز، تبقى سرحان برضه في مواضيع كتير ومشاغل الإنسان لا تنتهي. فهمت المسألة؟ فعلشان كده تدرك أول الوقت أولى من إنك تقول أنا أما أنام أقوم أصليها وأنا إيه فيقلها أحسن. طب ما أنت ممكن تضيع وقتها. أيوه. مكروه لمن كان عنده كفاية في النوم، لأن الوقت ده وقت ذكر أحسن. لكن افرض واحد بيشتغل طول النهار من أول طلوع النهار لحد يرجع بيته على العصر، يصلي العصر ويؤمنها، تقول له اقعد بقى اذكر ربك، طب ما هيعيا كده لو ما نملوش الساعة دي، هيعيا يوم اتنين يعي أو يبطل يروح شغله ويترفد، تبقى أنت السبب. سيبه ينام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث العام؟ فليعبد أحدكم ربه نشاطه. مش كده برضو؟ أنت عندك نشاط وعايز تذكر اذكر، تعبان وعايز تنام نام طالما قضيت الفرض اللي عليك. يبقى يكره للي هو إيه؟ ما عندوش نوم وعايز بيغلب النوم علشان ينام بعد العصر. طب ليه أنت ما عندكش نوم وفايق؟ بدل ما تنيم نفسك اقعد اذكر ربك. مش كده بس؟ لكن افرض واحد كبس على النوم تقول له لا اقعد، هو الدين بتاعنا قال لك اقعد، ما ينفع. في طلبة كده كانوا يدخلوا في الدين يعني بهمة كده ونشاط في الأول، وهو في الجامعة في الكلية وإحنا طلبة في الكلية، ويبقى عندنا كليتنا كانت كلية عنيفة، محاضرات ورا بعضها وشغلانة طويلة، نروح البيت على الساعة 3 تعبانين بقى مراهقين، ذهننا ده هيطرشق من اللي شفناه. تصلي العصر وبقى تنام شوية عشان تصحى المغرب تعرف تذاكر وتشوف اللي وراك. لأ، هو قرا في الكتاب ان النوم بعد العصر مكروه، يقوم يرجع تعبان مرهق يقعد برضه مفنجل كده، لا طال ذاكر ولا طال نام ولا طال فاق، وبعد شويه يبطل ايه مواظبه في الكليه وتلاقيه خاب، بعد ما كان بيجيب امتياز بقى يجيب جيد جدا وبعدين جيد وبعدين يسقط. ليه؟ يقول لك اصل النوم بعد العصر مكروه. يرضيك الكلام ده يعني؟ الدين بتاعنا يقول كده؟ نام يا عم وتخمد، نوم الظالم عباده. يا ده مكبس عليك النوم نام، لانك كده هتظلم نفسك، هتظلم نفسك، ربنا مش هيرضى الظلم. انت الوقت مين اللي بيبعت لك النوم؟ مين اللي كتب النوم على العباد؟ مش ربك؟ وجعل النوم ده رحمة وسكينة عشان يدب فيك النشاط مرة أخرى، لأنه لو تركك لنفسك وسلبك النوم يا هتتجنن يا هتهلك. مش كده برضه؟ يبقى النوم ده سكينة، فأنزل السكينة عليه. مش كده برضه؟ يبقى خلاص ربنا ادالك السكينة. ده في ناس بيبقى عندهم أرق بيجيب جميع الأدوية عشان ينام، وأنت جاي لك من غير أدوية، نام بقى واحمد ربك. بيناموا ما تقلقش. انا بيقولي ناس مرضى من غزه يقول لك احنا دلوقتي بنحب ننام قوي على صوت القنابل. حتى لو ما ضربتش القنابل يتضايق يقول لك ايه ده؟ ايه اللي هيصحينا؟ البني ادم من طبيعته ربنا خلقه بطبيعه غريبه، ان هو يعتاد ويالف الامر ولو الامر قاسي في الاول، بعد شويه يالف ويتعود عليه. ايام حروب الاستنزاف انا حضرتها، ايام حروب الاستنزاف دي كنا في اولى اعدادي وثانيه اعدادي من سنه 67 لحد 73، كان كل شويه يطفوا الانوار ويصفروا عشان اليهود بيعملوا غارات على مصر. فحضرنا احنا الفتره دي، يمكن بعضكم اللي ما كانش اتولد لسه، فكنا اعتدنا الحكايه دي عادي، كل يوم عارفين الراجل يصفر طب طفي النور ونقعد بقى نقزقز ليه، ما فيش مشاكل بقى لحد ما الراجل يصفر تاني يولع النور، ما فيش مشكله. الناس بتعتاد. طيب ليه؟ ربنا خلق الإنسان عنده قدرة على إنه يستوعب أي أزمة فيعيش فيه، ودي من رحمة ربك. أنت حتى أول ما تدخل الحمام تلاقي الريحة وحشة، طب اقعد شوية كده ما تشمش بقى ريحة وحشة خلاص، اعتدت الرائحة. طب ادخل بيتك كده ريحته حلوة، بعد شوية تلاقي ما فيش ريحة. لكن اللي لسه داخل يقول لك أنتم مبخرين ولا إيه؟ لأنك أول ما قعدت فترة اعتدت فزالت الرائحة الحلوة، بقت رائحة عادية وهكذا. فدي طبيعة الإنسان، ما تقلقش يعني، ربنا رحمته واسعة. احنا بنتكلم على ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان الواحد يعبد ربنا بإرهاق بدن،
جاء الصحابي اللي هو كان يقوم الليل فلا ينام ولا يقرب زوجته، فجاءه سيدنا ويصوم بالنهار على طول، فجاء اللي هو ابو الدرداء، سيدنا سلمان الفارسي كان اخوه في الاخاء اللي اخى بين سلمان وابي الدرداء. فلما جاء سلمان الفارسي وكان راجل فقيه علامه كبير، زاره في يوم بص لقاه طول الليل بيصلي وطول كل يوم بالنهار صايم، فقال له ان لبدنك عليك حق، وان لزوجك عليك حق، وان لزورك يعني لضيفك عليك حق، يعني تقعد معاه برضه الضيف، مش يجي لك الضيف تقعده وتقول الله اكبر تقعد تصلي، تقعد معاه شويه انسه شويه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابو الدرداء سمع الكلام ده من سيدنا سلمان راح لسيدنا رسول الله بيقول له، فقام الرسول قال له ايه؟ صدق سلمان، صدق. وده من الاحاديث اللي قالها سلمان ولا حكم الرفع، ودي من نوادر السنه ان حديث قاله صحابي ثم رفع الى النبي، يعني صدقه فصار كانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اكرام لسيدنا سلمان وفهم لروح الشريعه. يبقى انت روح الشريعه كده، انك انت تعطي لكل ذي حق حقه، حق بدنك كبس عليك النوم نام، كبس عليك الجوع كل من حلال، لا تجوع نفسك جوع زائد تهلك نفسك ولا تسهر نفسك. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده فوجد بين ايه ساريتين من سواري المسجد حبل، فبيقول لي من هذا؟ فستنا عائشه قالت له ده لفلانه من الانصار عابده صلي طول الليل يا رسول الله، واول ما تتعب تمسك الحبل ده. الرسول صلى الله عليه وسلم افتكرت ان يعني الرسول هيفرح بيه، قال حلوه، ايه ده؟ فليعبد احدكم ربه نشاطا. يبقى ادي الدين، ادي سنه النبي الحلوه. فهمت بقى المساله؟ فما تقوليش بقى مكروهه بعد العصر، والله مكروهه بعد العصر لو انت عندك نشاط تقعد تعبد ربك ونيمت نفسك تبقى مكروه، لكن تعبان وعايز تنام نام. فهمت بقى المساله؟ يبقى انت بتنام بالدين وبتصحى بالدين، كله على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان سيدنا انس بن مالك يقول ايه؟ والله اني لانام واقوم وارجو من نومتي ما ارجو من قومتي. ليه؟ لانه نيته كده، لما بينام بينام عشان يتقوى على عباده الله، لما بيقوم بيشغل وقته في طاعه الله، فهو في نومته طاعه وفي قومته طاعه. بخلاف غيرها فانه لا يكره النوم قبله، يعني قبل دخول وقت، الا بعد دخول وقته. يبقى يكره بعد دخول الوقت الصلاه انك تنام. انت قمت الصبح بدري وبصيت في الساعه لقيت الفجر قدام، مفيش داعي بقى تخش تشرب وتخش الحمام وتنام، بطل بقى، لان دي حركات انطاع ما يليقش. انت قمت وربنا قومك تشرب وتدخل الحمام وبعدين تنام، ربنا قومك خلاص صلي بقى، اتوضى وصلي. ما قمتش خلاص يا سيدي ما يجراش حاجه، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. شفت الرحمه؟ ومحل الكراهه بعد دخول الوقت، يعني امتى يكره انه ينام بعد دخول الوقت؟ ان وثق بيقظه نفسه قبل خروج الوقت بما يسعه، والا حرم. يبقى لو كان واثق انه هيقوم قبل ما يدن الاذان الثاني يبقى يكره، طب وغير واثق؟ يبقى حرام انه ينام. وحديث بعدها يكره ايضا حديث بعد العشاء، وحديث بعدها، يبقى الكراهه الثانيه يكره النوم قبلها وكذلك بعدها كسائر الصلوات، ويكره الحديث بعدها إذا كان مباحا في ذاته، يعني حديث مباح مكروه، إنما افرض الحديث كذب زي التلفزيون تتفرج على رواية، ما دي كذب، مش الروايات دي كلها كذب مختلق من خيال الكاتب، يعني كذب. يبقى لو لابد بقى يبقى اتفرج عليها مش بعد العشاء. يبقى أين تذهب هذا المساء؟ دي بدعة ضلالة، لأنها تخالف الشرع الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر بعد العشاء، والتلفزيون يقول لك أين تذهب هذا المساء؟ يبقى دي بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لأنها تؤدي إلى ضياع صلاة الفجر والسهر في محرم، عشان هتنظر على عورات الناس وتنظر للملاهي وتنظر وتضيع وقت، مش كده برضه؟ يبقى دي بدعة ضلالة، مش الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ضلالة. لا، احتفال بالمولد النبوي حاجة مطلوبة حلوة جميلة، نفرح بالنبي بس بطريقة مباحة، لكن اننا نروح المسارح والمساخر او نفتح التلفزيون نتفرج على الافلام السهرة
كل يوم، وننام بعد 12 بالليل، وبعدين نصحى بعد طلوع الشمس، ويضيع علينا صلاة الفجر كل يوم، ده حرام. فهمت بقى؟ يبقى ويكره حديث بعدها إذا كان مباحا. إذا كان الحديث مباح مكروه في ذاته، فإن كان مكروها في ذاته، يعني كلام فيه على طائل، لو كان مباحا مكروه في ذاته، لو كان هو نفسه مكروه يعني في أي وقت مكروه، يبقى أشد كراهة بعد العشاء. طب لو كان حرام يبقى أشد حرمة بعد العشاء، اشتدت كراهته. وإن كان محرما كالحكايات الكاذبة، كقصة عنتر والدلهمة اللي هو أمنا الغولة، يعني كانوا يحكوا لك كده حصة اللي هي أمنا الغولة، العفريت من العفريتة، وفي الآخر العيل ينام على العفريت يقوم يطلع مرعوب ومرعب. غلط، بتربي العيال على الخوف ليه؟ فمفيش داعي. انضم إلى الحرمة الكراهة. فإن كان في خير، يعني إذا كان الكلام في خير زي اللي بنعمله الوقت ده، بنقرأ فقه وبعد العشاء، يبقى ده في خير. كمؤانسة ضيف تطلب مؤانسته بخلاف الفاسق، ومؤانسة الزوجة، ومطالعة علم ونحوه زي اللي احنا فيه، كان سنة. لحديث عمران بن حصين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. يبقى لو كان في أمر مهم زي ضيف جالك بتؤانسه، ضيف راجل صالح. لكن لو ضيف فاسق جاي لك علشان تسهروا وتلعبوا طاولة النهاردة، سهر الطاولة ودومن، ما ينفعش. قول له يا عم افتح الله روح بقى، هتقعد تأنس ويضيع عمرك؟ فهمت؟ افرض جايب لك الطاولة، قول له طب قبل ما نلعب الطاولة بقى، تعالى عندي كتاب دلائل الخيرات في الصلاة على النبي، تعالى نقرا كله لما نخلصه، بعد ما نخلصه نبقى نلعب طاولة. تدي له نسخة وهو نسخة، وتقعدوا تقروا لحد ما يصدع وتنيمه. كده حلو قوي. انما عارف لو قلت له انا مش هلعب معاك طاوله خالص هيمشي، لا اقول له لا هنلعب بس تعالى نقرا الكتاب ده، تقوم تفتح له باب خير، يقعد بقى يقرا في الكتاب ويقول 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 لك يا طب هاجي لك بكره بقى نلعب طاوله، متشكرين السلام عليكم. تاني يوم يجي لك يقول لك نقرا الكتاب، لحد ما يبطل يجي لك، يا اما يدمن الصلاه على النبي، وفي الحالتين خير ورحمه. يعني انت ممكن تبقى ذوق برضو مع البني ادم العاصي ده، بس ايه، مش تقول له انت كده فسق، انت فاجر، الشيخ قال لنا انت فاسق، لا ما قلتلكش كده، بالرحمه، التعامل مع الناس بالرحمه. هو يمكن ما حدش نبهه، فهمت؟ ما حدش نبهه، نبهه انت بالراحه كده وبلطف وبحلاوه. قول له طب انت صليت العشاء قبل ما نلعب طاوله؟ يقول لك لا ما صليتش. طب تعالى هو شبشب اهو، خش اتوضى، تعالى نصلي العشاء. وانت صليت، صلي معاه فرض مما فاتك. بعد ما تصلي يقول لك يلا نلعب طاولة، طب ما نختم الصلاة، تقعدوا تختموا الصلاة، تشغله انت في الذكر، يوم هيزهق منك ويروح ويحل عنك بالراحة وبالذوق كده، يا اما هيتعلم الحاجات الحلوة. قوله اسم لأول الظلام، العشاء ده اسم لأول الظلام، وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه. اسم لأول الظلام فقط، وفسره المحشي بقوله أي اسم للظلام من أول وجوده عادة، وظاهره يشمل غير أول الظلام. وسميت الصلاة بذلك أي بلفظ العشاء وقوله لفعلها فيه، سميناها العشاء عشان بتصليها في العشاء، فسميناها إيه؟ باسم وقتها، أي في وقته. فالعلاقة الحالية والمحلية، الحالية يعني حال العشاء ومحل العشاء، حيث حل بك في الوقت وفي المكان، لأنه بيختلف مكان العشاء من مكان لمكان، مش كده برضو؟ قوله وأول وقتها إذا غاب الشفق، أول وقتها إيه؟ إذا غاب الشفق، أي عقب وقت غيبوبته، فلا يدخل إلا بعد ذلك، ففي كلامه تسمح. وقوله الأحمر للإيضاح كما تقدم، لانصراف اللفظ إليه، أدي دليل الشافعية إن لفظ الشفق ينصرف إلى الأحمر، فيبقى قلنا عند غياب الشفق الأحمر. عند الإطلاق قال الإسناوي، الإمام الإسناوي نسبة الإسنة في الصعيد مثلا، كان من أئمة الفقه الشافعي، وكان من مشايخ الأزهر الكبار. قال الإسناوي ولذلك لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث،
يعني ما فيش حديث قال لك الشفق الاحمر، قال لك الشفق وسكت، فما فيش حديث بينه لك ايه هو، يبقى لوضوحه، يبقى كل الاحاديث سكتت دليل انه واضح عند العربي، مش هيختلط عليه. فطالما ما بينتوش الاحاديث يبقى نحمله على المفهوم العربي، ده كلام الشافعيه يعني، فيبقى الاحمر. والاولى بقى عند العمل، عند العمل الصبر حتى يغيب الشفق الاصفر والابيض خروجا من الخلاف اللي هو خلاف الاحناف. واما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق اهله ان يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق اقرب البلاد اليه. كويس، في بلاد ما بيغيبش الشفق خالص. يعني ايه؟ يعني تبص تلاقي الشمس تغرب من هنا يطلع الفجر من هنا على طول، ما عندهمش ليل، على طول اول ما الشمس تغرب يطلع الفجر. دي بلاد كده غريبة مش موجودة في مصر طبعا، لكن موجودة في الكرة الأرضية، في بلاد حتى بيقعدوا 6 شهور نهار و6 شهور ليل، في بلاد كده. فهتعمل ايه في البلاد دي؟ هيحلها لك بقى الشيخ. وأما البلد أي هذا في البلد الذي يغيب فيه الشفق فهو مقابل لمحذوف تقديره ما سبق، الذي لا يغيب فيه الشفق أي حتى يطلع الفجر فيغيب حينئذ، يعني يغيب الشفق مع طلوع الفجر، يعني كأن العشاء ملهاش وقت، هتيجي تستنى يغيب الشفق تلاقي دخل وقت الفجر. طب وهتصلي العشاء امتى؟ فهمت ازاي؟ هيقول لك بقى هنا. اي حتى يطلع الفجر فيغيب حينئذ. ومثل ذلك البلد الذي لا شفق له اصلا، والمراد الشفق الاحمر لما علمت من انه المراد عند الاطلاق، ويلزم من عدم غيبوبته عدم غيبوبة الاصفر والابيض، بل هما غير موجودين، وبذلك تعلم ما في قول المحشي اي مطلق الشفق. واما البلد الذي لا ليل له، البلد اللي ملوش ليل، كأن طلع الفجر مع غروب الشمس فيجب على أهله كل يوم قضاء المغرب والعشاء ويصلوا الفجر كل يوم. فهمت بقى؟ يبقى البلد اللي هو أول ما تغرب الشمس تلاقي الفجر طلع، يعني لا لحق يصلي مغرب ولا لحق يصلي عشاء، يبقى يعمل إيه؟ هيقضي كل يوم المغرب والعشاء. طب ويعمل ايه في الصيام؟ هيقول لك يفطر ازاي وياكل ازاي ويتسحر امتى؟ هيقول لك فيجب على اهله قضاء كل من المغرب والعشاء على الاوجه من اختلاف فيه بين المتاخرين. واما في الصوم فيقدر لهم بمقدار اكلهم وشربهم للضروره. وفي الصيام يعمل ايه؟ اول ما المغرب ما الشمس تنزل الفجر دخل ياكل وجبه ويشرب خلاص ويمسك تاني بقى، يبقى هو هيفطر ويتسحر بوجبه واحده لقدر الضروره. فهمت ازاي؟ ما هو يومهم 12 ساعه كده، 12 ساعه و12 ساعه، 12 ساعه تقريبا، يبقى هيصوم 12 ساعه وياكل كل 12 ساعه وجبه. كويس، ياكل وجبه على طول ويقوم يصلي المغرب ويصلي العشاء ويصلي الصبح. حلوة دي ورا بعض كده. يا الحمد لله ان احنا في مصر. تقعد انت بقى تصلي التراويح، هتقول لي هيصلي التراويح ازاي؟ خلاص بقى ما يصليش التراويح. عايز تبطل التراويح نجيب لك عقد عمل هناك تروح تشتغل عنده. واما في الصوم فيقدر لهم بمقدار اكلهم وشربهم للضرورة. فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب، أي عقب أن يمضي بعد الغروب إلى آخره، لأن وقت العشاء لا يدخل إلا عقب ذلك، عقب غياب الشفق. وظاهره أنهم يصبرون حتى يمضي زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليه بالفعل، وليس مرادا لأنه ربما استغرق ليلهم كما نبه عليه في الخادم، بل المراد أنه يعتبر بالنسبة مثاله إذا كان ليل أهل مصر 80 درجة ويغيب شفقهم بعد 20 درجة، الدرجة حوالي 5 دقائق، 20 درجة يعني مثلا يبقى 5 في 20 بكام؟ ب120، هي الدرجة 3 دقايق أحسن، لأن في علماء قالوا لنا الدرجة 3 دقايق وناس قالوا لنا خليها 5 دقايق، فإحنا نخليها 3 دقايق أحلى. يبقى الدرجة يعني قد ما الشمس بتمشي، عارف أنت المنقلة؟ يعتبر إن السماء مع الأفق كده منقلة،
بتاعت الهندسة عارفها 180 درجة. يبقى الشمس لما بتمشي درجة واحدة بتمشيها في قد ايه؟ قالوا تقريبا 3 دقايق كسر بسيط. ويغيب شفقهم بعد 20 درجة فنسبة ذلك لليلهم ربعه. وكان ليل أهل بولاق 20 درجة. بولاق يعني بولاق أبو العلا هنا أيام الشيخ البيجوري بيتكلم على أهل بولاق 20 درجة. فإذا مضى ربعه فقد دخل وقت عشائه. فالقصد بذلك بيان ابتداء وقت العشاء لا بيان وقت المغرب، بدليل صدر العبارة وهو قوله فوقت العشاء في حق أهله إلى آخره. فاندفع قول المحشي تبعا للقليوبي لا يخفى ما في هذه العبارة من عدم الاستقامة وعدم الدلالة على المقصود، لأن المقصود أن يجعل لهؤلاء وقت عشاء من ليلهم بنسبة وقت العشاء من ليل أولئك. مثاله إذا كان ليل هؤلاء فيما بين غروب الشمس وطلعها 20 درجة، يعني عندهم بياخدوا مثلا من غياب الشمس لطلوعها 20 درجة، يبقى هنعتبر ان ده الليل بتاعها، ونشوف العشاء بتظهر بعد الربع، بعد ربع هذا الوقت، يبقى يعني بعد كام درجة، ولا بعد تلت هذا الوقت، ولا بعد نص هذا الوقت، وهكذا. يبقى انا هنحسب ليلهم ده تلت ساعة مثلا، ليلهم كله تلت ساعة، يبقى احنا 5 دقايق وقت المغرب والباقي وقت العشاء ربع ساعة وبعدين دخل الفجر. فهمت ازاي؟ يعني هو عايز يقول لك تحسبها بالطريقة دي. مثاله إذا كان ليل هؤلاء فيما بين غروب الشمس وطلوع 20 درجة وليل أولئك فيما بين ذلك 30 درجة منها، وقت العشاء فيما بين مغيب الشفق وطلوع العشاء 10 درجات فهي ثلث ليلهم، فيكون وقت عشاء هؤلاء ثلث ليلهم الأوسط. فتأمله فإنه مما يعض عليه بالنواجذ. يعني تأمل الحتة دي لأن دي يعني لازم تعض عليها، لأن لو لفيت في الكتب كلها مش هتعرف تلاقيها في غير في الحتة دي، ولا خد بالك من الحتة دي، دي حتة مهمة يعني، لأنك أنت لو رحت بتسافر في البلاد دي هتلاقي إن المسألة دي بالنسبة لك تحل لك إشكال كبير، لأن في بلاد عندهم مفيش لحظة، وفي بلاد عندهم لحظة طويلة شوية تاخد ساعة لحد ما يطلع الفجر، في بلاد تاخد نص ساعة، بلاد ساعة إلا ربع، بلاد 5 دقايق. طب وأنا هحسب إزاي؟ تحسبها بالطريقة دي. أما عدم الاستقامة فمن حيث الإخبار، وقد علمت صحته بقولنا عقب أن يمضي إلى آخره. وأما عدم الدلالة على المقصود فمن حيث كون المقصود بيان وقت العشاء، مع أن عبارات مبينة لوقت الغروب، وقد علمت أن الشارح لم يقصد بيان وقت المغرب بالذات، بل بيان آخر وقته ليعلم ابتداء وقت العشاء الذي الكلام فيه. فتأمل، والعشاء لها وقتان، أي إجمالا العشاء نفسها ليها بقى وقتين، اللي هو من العشاء لحد أذان الفجر، ده بيتقسم لوقتين. أي إجمالا فلا ينافي أن لها 7 أوقات تفصيلا كالعصر والمغرب، وقت فضيلة بمقدار ما يسعها وما يتعلق بها، ووقت اختيار إلى ثلث الليل. أحسب تلت الليل إزاي؟ المغرب بيدن الساعة 5:05، الفجر بيدن الساعة 5:30، يبقى قول حوالي 12 ساعة اللي حاجة بسيطة، يبقى الليل كله 12 ساعة، يبقى تلته 4 ساعات. بيغيب الشفق عندنا هنا مثلا الساعة 6:30 إلا 5، يبقى حط عليهم 4 ساعات من الساعة 5:05، يبقى الساعة 9:05، ادي ثلث الليل، يبقى وقتها المختار لحد الساعة 9:05. فهمت تحسبها ازاي؟ اللي هو الى ثلث الليل. وفي قول عندنا الى نصف الليل، يبقى حط 6 ساعات، يبقى زود للساعة 11، يبقى الى نصف الليل، يبقى بالنسبة لنا هنا هيبقى الساعة 11 مش 12. ما هو ايه اخروها يعني لهذا الوقت، لان النبي لم يؤخرها الا لهذا الوقت بس. ما هو نصف الليل يتحسب بالطريقة دي، يتحسب بالطريقة دي، تشوف المغرب بيدن كام والعشاء والفجر بيدن كام واقسم على نص وضيفها لصلاة المغرب يطلع نص الليل. فاحنا هنا حسبناها لقيناها الساعة 11، يطلع نص الليل بالنسبة للأيام دي الساعة 11 مش الساعة 12. ووقت اختيار إلى ثلث الليل،
ووقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الكاذب، اللي هو قبل الفجر بتاعنا ده بحوالي يعني تلتين ساعة، تلتين ساعة تقريبا. ووقت جواز بكراهة وهو ما بين الفجر الكاذب للفجر الصادق، اللي هو بالنسبة في مدينة ومكة بيعملوا أذان الأول والأذان الثاني، يبقى بين الأذان الأول والأذان الثاني يبقى ده اسمه وقت جواز بكراهة، يعني يجوز تصلي في العشاء أداء لكن يكره أن تؤخرها لهذا الوقت، كان الأولى تصليها قبل. ووقت جواز بكراهة وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها، ثم وقت حرمة وهو آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعه. وقت الحرمة اللي هو إيه؟ لما يبقى خلاص الفجر هيدن وأنا أدرك ركعة من العشاء ويدن الفجر عليه، يبقى ده وقت إيه؟ حرام إن أخرها فيه لأنه باقي من الوقت ما لا يسع أربع ركعات. ووقت ضرورة وهو وقت زوال الموانع والباقي قدر التكبيرة فأكثر. وقت الضرورة اللي هو زوال الموانع، يعني زال عنك المانع اللي كان منعك من الصلاة، زي ايه؟ واحدة حائض كانت حائض انقطع الدم بتاعها وطهرت، وفاضل بعد كده مع ما تغتسل قدر تكبيرة الإحرام بس وتصلي العشاء، يبقى ده اسمه وقت ضرورة لأنه زال المانع، يبقى تغتسل تقول الله أكبر قبل ما يدن الفجر تدخل في صلاة العشاء. فهمت ازاي؟ أو واحد كان نايم فاستيقظ فزال المانع، وأول ما استيقظ بص كده لا الساعة يا خمسة، ده الفجر بيدن خمسة وخمسة، ده فاضل خمس دقايق، جري على الحمام يتوضى يعمل ايه الفرائض بس مرة 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 على طول وما ينشفش ويطلع على طول الله أكبر، يلحق يجيب ايه؟ لأنه ده وقت ضرورة بقى، يدرك ولو تكبيرة الإحرام قبل أن يؤذن المؤذن، يبقى ده عند زوال المانع. والباقي قدر التكبيرة فأكثر، زي واحد ارتد أو كافر وحبك بقى يسلم قبل ما الفجر يدن بخمس دقايق أسلم، الحق بقى يلا بسرعة عشان تدرك العشاء، لأن خلاص أنت أسلمت قبل ما يدن الفجر يبقى وجبت عليك العشاء. فهمت؟ وجبت عليك انك تصلي، هذا وقت زال المانع، لانه كان وهو كافر يمتنع انه يصلي لان الصلاه باطله فاسلم، يبقى زال المانع الحق بقى. يبقى الحائض زوال المانع زي الحائض اذا طهرت، زي النائم اذا استيقظ، وزي الكافر اذا اسلم، وزي المرتد اذا فاء الى الاسلام مره اخرى مع ضيق الوقت. والباقي قدر التكبيره فاكثر. ووقت عذر، وفي وقت عذر يسموه اللي هو وقت المغرب لما تجمع العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، ده اسمه وقت عذر قبل ما يدخل العشاء، وهو وقت المغرب لمن يجمع جمع تقديم، فإن زدت وقت الإدراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية. يعني في وقت إدراك اللي هو إيه؟ اللي هو الوقت اللي كنت تدرك الصلاة أداء، وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية. وأما وقت القضاء فقد تقدم ضعفه مرارا، قوله أحدهما اختيار أي أحد الوقتين وقت اختيار، وأشار له أي لوقت الاختيار، وقوله بقوله أي المصنف، وآخره أي آخر وقت الاختيار يمتد في الاختيار إلى ثلث الليل، يبقى آخر وقت الاختيار لحد ثلث الليل، ده على القول الراجح في المذهب، في قول مقابل للراجح إلى نصف الليل. وأشار بذلك إلى أن قوله إلى ثلث الليل متعلق بمحذوف تقديره يمتد، وفيه أن الذي يمتد إلى ذلك وقت الاختيار لا آخره، لا آخر الوقت نفسه، لأن الجزء الأخير لأنه الجزء الأخير ولا امتداد فيه، والمراد إلى تمام ثلث الليل. ولا يخفى أنه اندرج في ذلك وقت الفضيلة اللي هو أول الوقت مع وقت الاختيار اللي امتد لحد الساعة 9، يبقى العشاء بتبدأ 6:30 إلى 5، يدخل وقت الفضيلة من 6:30 إلى 5 لحد 7:30 ويخلص، على قد بقى ما تستنى تلت ساعة وتتوضى وتقيم الصلاة وتصلي، جت 7:30 خلاص خلص وقت الفضيلة، ويمتد وقت الاختيار لحد ما تيجي 9:05 ويخلص وقت الاختيار. فهمت بقى المسألة؟
يبقى وقت الفضيلة ده جزء من وقت الاختيار بس في أوله. لا ما هو يدرك بقى الجماعة الأولى، ما هو الوقت الفضيلة يعني يدرك الجماعة الأولى. افرض في مسجد بيأخر الجماعة الأولى شوية، خلاص يدركوا معاهم ويبقى هو ده وقت الفضيلة بالنسبة له. يبقى فاتك أنت جماعة الأولى لكن ما فاتكش وقت الفضيلة. فهمت ازاي؟ لسه في وقت الفضيلة لكن فاتتك الجماعة الأولى. لأن افرض في جامع مثلا بيأذن وبعد 5 دقايق يقيم الصلاة. والإمام بقى أبو سريع السريع. يقرا الفاتحه ويقول لك مدهامتان الله اكبر، يعني بيقرا ايه واحده مدهامتان، يقوم المشايخ يقولوا له انت طولت عم الشيخ خليها مدهامه واحده. فده معلش بقى ده يبقى ايه، ابعد عنه احسن وصلي في جامع تاني. والمراد الى ايه؟ وينتهي وقت الفضيلة ويستمر بعد وقت الاختيار إلى ما ذكر، ذكر اللي هو إيه؟ إلى ثلث الليل. والثاني جواز، أي والثاني من الوقتين وقت جواز، وأشار له أي لوقت الجواز، وقوله بقوله أي المصنف وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، جواز بلا كراهة، وبعد طلوع الفجر الثاني إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، ده اسمه وقت جواز بكراهة. إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها يبقى جواز مع وقت حرمة، وإلى أن يقضى من الوقت ما لا يسعها يبقى ده وقت عذر. فهمت؟ يبقى دي الأوقات بتاعتها. وشمل ذلك وقت الجواز بقسميه، وهما وقت الجواز بلا كراهة وهو يستمر إلى الفجر الأول، ووقت الجواز بكراهة وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها، ثم وقت الحرمة، ثم وقت الضرورة ففيه تسمح. والفجر من الانفجار. يبقى احنا هنقف على ايه؟ على وقت الفجر بقى. نقف عليه ان شاء الله يوم السبت 21 يناير الموافق 21 ذو الحجة. يعني هناخد سبتين اجازة، السبت القادم والذي يليه، وبعدين بعد كده نلتقي السبت الذي يليهم ان شاء الله. وجزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله